السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. بالنسبة إخواني الإعلان ديال اليوم تتم ديال المباريات الخاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم المديرية الجهوية للصحة الدار البيضاء ستات، اللي غادي يكون إخواني هذا الكونكور أو هذه المباراة غتكون نهار 2 أكتوبر 2022 على الساعة 9 صباحا، وهذه المباراة خاصة بالتوظيف بالنسبه للاطر الهيئه ديال الممرضين وتقنيين الصحه اللي عندهم الدرجه الاولى سلم 10، واللي غتجرى المباراه اخواني في المركز ديال الدار البيضاء. وبالنسبه اخواني المناصب اللي هي مطلوبه في هذا الكونكور هذا، طالبين 218 منصب الخاصه بالتخصصات التاليه اخواني اللي غادي نشوفهم، اللي هما اطر هيئه الممرضين وتقنيي الصحه. اخواني بالنسبه لهذا الجول هذا اللي فيه الاطر، اللي كاينين اطر بالنسبه لهذا الكونكور هذا، اطر الممرضين، اطر التقنيين الصحه، اطار القابلات، وكذلك مساعد في المجال الطبي والاجتماعي، وكاين المروضون. اذا اول شيء غنبداو اخواني بالنسبه لاطار الممرضين، اللي هما كاين هنا ممرض متعدد التخصصات 60 منصب، وكاين ممرض في صحه الاسره والصحه الاجتماعيه طالبين 20 شخص، وكاين الممرض في العلاجات الاستعجاليه والعنايه المركزه طالبين 20 شخص، وكاين الممرض في التخدير والانعاش طالبين 18 شخص، وكاين الممرض في علاجات المواليد والاطفال طالبين 20 ممرض هنا في اطار الممرضين. بالنسبه لاطار تقني الصحه، طالبين هنايا تقني في المختبر طالبين 14 وحده، وتقني في الصيانه البيطريه طالبين 4 ديال الاطر. بالنسبه للاطار ديال القابلات طالبين 50 قابله. بالنسبه للاطار الاخر اللي هو ديال المساعده في او المساعد في المجال الطبي والاجتماعي طالبين 4 ديال المساعدين الاجتماعيين. بالنسبه للمروضون طالبين هنايا الترويض الطبي 4 ديال الاشخاص، مقوم البصر واحده، ومصحح النطق واحد. اذا المجموع ديال الاطر والتخصصات 218 تخصص. اذا اخواني بالنسبه للشروط باش تدخل هذه المباراه هذه، الشروط هما ان تكون عندك جنسيه مغربيه، تكون بالغ من العمر ما بين 18 سنه على الاقل و45 سنه على الاكثر في فاتح يناير من السنه الجاريه. وبالنسبه للدبلومات اخوان، تكون حاصل على دبلوم الاجازه المسلمه من قبل احد المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحه. الا ما عندكش الدبلومه ولا الاجازه هذه، يكون عندك دبلوم ديال الدوله للطور الاول للدراسات شبه الطبيه المسلمه من قبل احد معاهد تاهيل الاطر في ميدان الصحي التابع لوزاره الصحه، او لا تكون عندك احدى الشهادات او الدبلومات المعادله لها وفقا للتنظيمات الاجاري بها العمل. اذا هذو هما الشروط اللي خص تكون في المترشح. بالنسبه اخواني للاختبارات، كاين اختبار كتابي كيتضمن اسئله مباشره واسئله متعدده الاختيارات قد ترتبط بمجال الصحه العامه، والمده ديالها 2 ساعات والمعامل 3. بالنسبه اخواني للمكان اللي غنحطوا فيه ولا غادي نتسجلوا فيه، هو الموقع الالكتروني لوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه www.sante.gouv.ma، وكتعتبر نهار الجمعه 23 سبتمبر اخر اجل اخواني على الساعه 4:30، هذا اخر اجل باش تحطوا ولا تسجلوا في هذا الموقع. وبالنسبه اخواني الوثائق اللي هي مطلوبه لهذا المباراه هذه، مطلوب من اخواني نسخه من دبلوم مسلم من طرف المؤسسات المذكوره اعلاه، او دبلوم معترف بمعادلته، يعني جوج الانواع ديال الدبلومات، يعني ماشي واحد اللي هو مسلم من احد المؤسسات اللي هي يعني تابعه للدوله، او لا دبلومات معترفه ولا معادله لهذا الدبلومات او التخصصات اللي هي مطلوبه. بالنسبه للوثيقه الثانيه نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه بيومتريها، وكاين هنايا الوثيقه الثالثه بالنسبه للاشخاص اللي هما في وضعيه اعاقه يجيبوا النسخه، او لا يجيبوا واحد الشهاده ديال التسجيل في لوائح الاشخاص في وضعيه اعاقه. وبالنسبه للوثيقه الرابعه خاصه بالناس اللي عندهم صفه مقاوم او مكفول الامه او عسكري قديم او محارب قديم، يجيبوا واحد النسخه من شهاده تثبت هذه الصفه. والوثيقه الخامسه خاصه بالناس اللي هما موظفين في يعني او مستخدمين المراكز الاستشفائيه الجامعيه، كيجيبوا واحد الترخيص لاجتياز المباراه، وكتسلم هذا الترخيص هذه الوثيقه هذه من طرف الادارات المشغله. اذا اخواني غادي نمروا الان لمكان ديال ملء الاستماره الخاصه بهذا الكونكور اللي غادي يعني الخاص بالمديريه الجهويه للصحه الدار البيضاء ستات. اذا هنا غادي نملؤوا المعلومات ديالنا وندخلوا مباشره اخواني لهذا المكان هنايا. الاختيار الاول يعني ديزانفيرمي اي تكنيسيان دو سونتي. اذا غنضغطوا اولا على بوستولي بالطريقه هذه، نخلي لكم هذا الرابط في صندوق الوصف. اذا غنضغطوا على هذا المكان هذا، اذا هنا في هذا المكان في الاستماره هذه غنمر المعلومات ديالنا بشكل صحيح. اول شيء اخواني غادي نختاروا السيفي، يعني الشخص يعني كاين مضام مدير ولا مسيو على حسب الشخص غادي يدفع هذا الكونكور. اذا غادي نضغطوا على مسيو على الشخص انه ذكور او لا اناث. هنا كان اخوانا نحطوا الرقم ديال البطاقه الوطنيه ديالنا، هنا نحطوا النون ديالنا، البرينون ديالنا في هذا المكان، هنا نحطوا النون ديالنا باللغه العربيه يعني اسم العائلي باللغه العربيه، وهنا الاسم الشخصي باللغه العربيه، وهنا لا دات نيسونس، هنا نحطوا لوجور يعني النهار الشهر، وهنا لا دات يعني التاريخ. هنا اخوانا نحطوا لو دي نيسونس يعني مكان الازدياد، هنا نحطوا لادريس ديالنا، لادريس البلاصه فين ساكنين بالضبط.
وهنا نحطوا يعني المدينه فين ساكنين، وفي هذا المكان نحطوا النيميرو التليفون ديالي يكون صحيح، وهنا نحطوا الجيميل ديالي يكون صحيح. بالنسبه لهذا المكان اخواني خاص بالناس اللي عندهم صفه مقاوم او محارب قديم او عسكري قديم، هنا غادي نحطوا الاشخاص اللي هم عندهم الصفه ديال الاشخاص اللي هم معاقين، وبالنسبه لهنا غنحطوا للناس اللي عندهم يعني اللي هم موظفين، الا كنتي موظف غتحط وي، والا كنتي ما كنتيش موظف غتحط نو، الا كنتي شخص عادي غتحط فيهم نو كاملين في هذا المكان. بالنسبه لهنا يا اخوان نختاروا سنتر دو كونكور اللي هو الدار البيضاء ستات، سنحطوا هنا الدار البيضاء ستات كيف كتشوفوا هنايا، اختارين الدار البيضاء ستات، وهنا اختاروا سبيسياليتي. عندك لي سبيسياليتي شفنا في ذاك الجدول في الاول ديال الفيديو، هما هادو اخواني هادو هما لي سبيسياليتي على حسب الاطر، كاين اطار الممرضين، الاطار ديال تقنيه الصحه، تعضيد القابلات، المساعدين الاجتماعيين، وكاين المروضون، يعني كتشوفوا انتم على حسب اش من سبيسياليتي اللي عندكم هنايا، يعني سبيسياليتي كلهم لي سبيسياليتي راه كاينين، لي تخصصات كلهم كاينين، ونشوفوا تختاروا انتم التخصص اللي عندكم في الدبلوم ديالكم. مثلا انت قابله كديري هنايا قابله انك خديتي دبلوم ديال قابله، مثلا شخص كيدير الترويض الطبي كدير الترويض الطبي، مثلا شخص عنده مساعد اجتماعي كيدير مساعد اجتماعي، لان الدبلوم ديالك يكون مكتوب في التخصص ديالك في الفوق ديال الدبلوم، يعني في الفوق ديال الدبلوم تيكتب مكتوب يعني التخصص ديالك. اذا مثلا على سبيل المثال غادي نختاروا على سبيل المثال مصحح النطق بالطريقه هذه، وهنايا في هذا المكان نختاروا هنايا يعني الاسم اللي كان والتخصص اللي كان مكتوب في الدبلوم، احنا اختارينا هنا الاسم او لا سبيسياليتي ديالنا حطيناها في هذا المكان. بالنسبه لهنايا الدبلوم كتختاروا اخواني الدبلوم ديالكم واش بيبليك واش اترونجي ولا اوتر، هنا يعني بالنسبه للناس اللي هما خداو ديبلوم ديالهم في المغرب غادي يديروا بيبليك، بالنسبه للناس اللي خداو ديبلوم ديالهم في الاترونجي غيديروا اترونجي، بالنسبه اللي خداو ديبلوم ديالهم في اماكن اخرى غيديروا اوتر، يعني كل واحد وفين خدا الديبلوم ديالو. الا كان اترونجي خصك تجيب معك واحد الوثيقه كتثبت ان اولا ايكيفالونس ديال هذاك الديبلوم اللي كاين في هذاك التخصص ديالك. الا خديتي الدبلوم هنا في المعاهد اللي هي خاصه في التابعه لوزاره الصحه كتجيب هذا الدبلوم بوحدو النسخه ديالو كدير ليها واحد كتسكانيها وكديرها صحف بي دي اف وغادي نحطوها في هذا الموقع. اذا هنا كنحطوا التاريخ اللي خدينا فيه الدبلوم ديالنا، ناخذوا مثلا 12/12/2016 على سبيل المثال، وبعد ذلك كنضغطوا على سيفون باش نمروا للمرحله الثانيه اللي غادي نحطوا فيها الدبلوم ديالنا ولا كارت ناسيونال. اذا في هذه المرحله اخواني عندنا هنايا جوج ديال الوثائق غادي نقوموا برفعها في هذا المرحله الثانيه، اللي هي الوثيقه الاولى الدبلوم ديالنا، الوثيقه الثانيه لاكارت ناسيونال اللي هي فيها واجهه واحده ريكتو فيرزو، يعني الدار ديال لاكارت ناسيونال والوجه ديال لاكارت ناسيونال نقوموا بسكان ديالها ونحطوها في ورقه واحده اللي هي على شكل بي دي اف، وغادي نملؤها او لا غادي نحطوها في هذا المكان بهذه الطريقه هذه. اذا اخواني اول شيء غنديروه غادي نقوموا ب يعني تحميل الدبلوم ديالنا، نضغطوا على شوازير ان فيشي بالطريقه ونشوفوا هنا الدبلوم هو هذا، نضغطوا عليه اوفغير، وثاني شيء اخواني غادي نقوموا بتحميل الوثيقه الثانيه اللي هي لاكارت ناسيونال، نقوموا بالضغط على شوازير ان فيشي ونحطوا لاكارت ناسيونال ديالنا بالطريقه هذه ونديروا اوفغير ونضغطوا على تيليشارجي لي فيشي. كيف كتشوف هنا لي فيشي سون تيليشارجي افيك سوكسي، اذا الطريقه ديال التسجيل مرت يعني بنجاح. اذا اخواني اتينا لنهايه هذه الحلقه هذه، وما تنساوش ان اخر اجل اخواني باش ترشحوا هذه المباراه هذه 23/9/2022، والمباراه اخواني تكون نهار 2/2/2022 على الساعه 9 صباحا، والمباراه ديال التوظيف في الدرجه الاولى سلم 10، وبالنسبه للمركز غتمشيو اخواني المركز غيكون في مركز الدار البيضاء ستات. اذا هذا هو المركز اخواني اللي غندوزو فيه هذا الكونكور هذا، كنتمنى لكم التوفيق اخواني، ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.